بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم مع بداية منهج شهر مارس. النهاردة بنتكلم في نص بعنوان الفلاح الشاعر محمد الهراوي. الشاعر محمد الهراوي يتحدث على لسان الفلاح فيقول: أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرا، فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا، فمن نخلي لكم رطب، ومن كرمي لكم عنب، ومن حقلي لكم قصب، وقطني يجلب اليسرى، ومن غنمي لكم عهن، ومن بقري لكم سمن، وفي طيري ولا من منافع جمة أخرى، فأنميها زراعات بماشية وآلات، وأكثر من نقابات، وأنهض نهضة كبرى، وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا. يبقى الفلاح الشاعر محمد الهراوي يتحدث على لسان الفلاح المصري، فهو يفخر بأنه فلاح مصري يستطيع أن يحول تراب مصري إلى ذهب، يستطيع يحول الأرض الخالية من الزراعة إلى أرض خضراء فيزول الفقر وينتشر الرخاء. فهو يزرع النخل ويزرع العنب ويزرع القطن ويزرع القصب، كما أن القصب يدخل في صناعة السكر، والقطن يدخل في صناعة الملابس أو يدخل في صناعة الغزل والنسيج ويصدر إلى الخارج ويساهم في زيادة الدخل القومي المصري. أما الفلاح يربي، فهو يربي الأغنام ويربي الأبقار ويربي الطيور، وفي تربية الأغنام والأبقار والطيور منافع، فهو يربي الأغنام ونأخذ منها الصوف، ويربي الأبقار ونأخذ منها السمن ونأكل لحومها، أما الطيور فننتفع بلحومها وبيضها. ومع كل هذه الخدمات التي يقدمها الفلاح، لا يتكبر على أبناء وطنه أو لا يمن على أبناء وطنه بكل هذه الفوائد. الفلاح المصري سيقوم بإحداث نهضة في مجال الزراعة باستخدام أدوات قديمة وآلات حديثة، سيقوم بعمل نقابة تضمن حقوقه وتقف بجواره وقت الشدة. الفلاح يحافظ على الوادي، فهو أمانة تسلمها من آبائه وأجداده حتى يسلمها إلى أولاده. الفلاح المصري سيقوم بعمل نقابة تضمن حقوقه وتقف بجواره وقت الشدة. الفلاح المصري سيقوم بإحداث نهضة في مجال الزراعة، يستخدم الآلات القديمة والآلات الحديثة. الفلاح المصري سيحافظ على الوادي، فهو أمانة تسلمها من آبائه وأجداده حتى يسلمها إلى أولاده، يبقى مع بعض: أنا الفلاح في مصر، ده نص الفلاح للشاعر محمد الهراوي رائد أدب الأطفال في مصر. أنا الفلاح في مصر، استخدام الضمير المتكلم أنا أو استخدام ضمائر المتكلم عامة تفيد الفخر والاعتزاز. يعني لما أقول أنا، لما أقول يدي، لما أقول كرمي، لما أقول حقلي، لما أقول قطني، بقري، غنمي، طيري، ياء المتكلم تفيد فخر واعتزاز الفلاح. هنا فخر واعتزاز الفلاح بأنه مصري. أرد بمعنى أحول، والمضاد أبقي. ترابها تبرى، التبر اللي هو تراب الذهب أو الفضة. وهنا صور الأرض بعد زراعتها بالذهب. يبقى احنا في البيت الأول قلنا تعبير جميل، استخدام ضمير المتكلم أنا يفيد فخر واعتزاز الفلاح بأنه مصري. أرد ترابها تبرى، صور الأرض بعد زراعتها بالذهب. وبين تبرى وتراب في تجانس لفظي يعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن. واستخدام الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا، فلا تبقي يدي قفرا يعني أرض خالية من الزراعة، والمضاد أرض عامرة، وجمع قفر قفار، بواديها المقصود وادي النيل، والجمع أودية ووديان. ولا فقرا، الفقر وهو الحاجة، والمضاد الغنى. فمن نخلي لكم رطب، هنا نأخذ من النخل الرطب اللي هو البلح، نأخذ من النخل الرطب اللي هو إيه؟ البلح، وهو تعبير يدل على
المنافع التي يقدمها الفلاح لأبناء وطنه. ومن قرني لكم عنب، يا المتكلم تفيد فخر واعتزاز الفلاح بما يقدمه لأبناء وطنه في عطفة. العطف يفيد تنوع الخدمات التي يقدمها الفلاح. ومن حقلي لكم قصب، وقطني يجلب اليسرى. يجلب بمعنى يأتي، اليسر اللي هو الخير. يبقى صور القطن بإنسان يجلب الخير لأهله. صور القطن بإنسان يجلب الخير لأهله. ومن غنمي لكم عهن، ومن بقري لكم سم. تعبير يدل على تعدد المنافع أو الخدمات التي يقدمها الفلاح لأبناء وطنه. عهن بمعنى صوف، عهن بمعنى صوف. وفي طيري ولا من، من بمعنى فخر بالعطاء، تكبر. منافع جمة يعني كثيرة، منافع يعني فوائد، جمة يعني كثيرة. وصف المنافع بجمة يدل على كثرة المنافع التي يقدمها الفلاح. سأنميها يعني أزيدها. زراعات بماشية تشير إلى الآلات القديمة التي يستخدمها الفلاح أو الآلات البدائية، وآلات تشير إلى الآلات الحديثة. وأكسر من نقابات وأنهض نهضة كبرى. أنهض نهضة تعبير يدل على إخلاص الفلاح لبلاده. أنهض نهضة تعبير يدل على إخلاص الفلاح لبلاده. وأحفظ ذلك الوادي، أحفظ يعني أصون. صور الوادي بأمانة فيقوم الفلاح بالمحافظة عليه حتى يسلمها إلى أولاده. ما بين تراث أبي وأجدادي، كلمة تراث يعني ميراث، ميراث آبائه وأجداده حتى يسلمه إلى أولاده. والعلاقة هنا علاقة تضاد، العلاقة علاقة تضاد، يوضح المعنى ويؤكده. يبقى احنا بنأكد تاني أن الفلاح المصري يقدم أو يستطيع أن يحول الأرض الخالية من الزراعة إلى أرض مزروعة. الفلاح المصري يزرع البلح والقطن والقصب والعنب. الفلاح المصري يربي الأغنام، يربي الأبقار، يربي الطيور. الفلاح المصري لا يفخر أو لا يمن على أبناء وطنه بما يقدمه من منافع، بل هو فخور بما يقدمه. سأنميها سيقوم بعمل أو بإحداث نهضة في مجال الزراعة باستخدام الآلات القديمة والآلات الحديثة. سيقوم بعمل نقابة تضمن حقوقه وتقف بجواره وقت الشدة. سيصون الوادي ويحافظ عليه الذي استلمه أمانة من آبائه وأجداده حتى يسلمه إلى أولاده عزيزا سائدا حرا. نكرة تفيد التعظيم، عزيزا نكرة، سائدا نكرة، حرا نكرة، كل ده نكرة تفيد التعظيم. ده درس الفلاح للشاعر محمد الهراوي، نص الفلاح للشاعر محمد الهراوي. حتى لو في حد عنده سؤال، عنده اي استفسار يتفضل. لو في اي حد عنده اي سؤال خاص بالدرس، الشاعر محمد الهراوي ده شاعر مصري رائد ادب الاطفال في مصر، رائد ادب الاطفال في مصر.